ركله ركنيه نعم بالخضر عند اللاعب علي عدوي، اللاعب رقم 12 عنده ارضيه بلعبه عاليه ولكن ايضا تصل. رحيل بعض الاسماء الشابه كان داود صلاح وعزام صلاح، لكن الان ابقى يا سلام على التقدم. لعبه جميله للغايه كانت من علي عدوي وركله حره لا شك. اسماء جديده ويلعب ب 4-4-2 ولكن نعود الان المباراه والانطلاقه لعلي عدوي. علي 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 خطره جول. عندنا مباراه طيبه ولكن في ظل الامطار الغزيره والاجواء الصعبه ما قدرنا انه نلعب الملعب الشهيد جمال غانم، وكانه سبحان الله يعني الثقافي كان بيلعب على ارضه ففاهم اللي هي الاجواء. الظاهريه في ارضه بين جمهوره لاول مره في هذا الموسم، الظاهريه تلقى هدفين الفريق الازرق، عشان هيك اليوم لا يبحث بالمره عن نتيجه التعادل انما الانتصار. ابو النحال الاصابه ويدخل حساسنا واللعب الان للامام. علي بوصلي رامي اوف سايد، مدافع لوباسم المحسيري. لكن نعود الان لعلي عدوي، انطلاق ارضيه 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 يا ولد يا ولد يا ولد. لكن لا شك يعني تفاصيل صعبه على الفريقين. وعلي ينطلق، علي يا ولد، علي عدوي، علي عدوي، اوه كبيرة 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 للنجم علي عدوي. جيب على كلامنا، وين علي؟ هيو بان بان. الله 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 الله. وفي النهاية لاعبي الخضر بيخلصوا الكرة، بيطلعوا الآن بهجمة.